بسم الله الرحمن الرحيم. بتوفيق من الله وبرحمة منه قضيت أسبوع في المستشفى العسكري في تونس، أين تلقيت العلاج من فريق كفء، وكان يعني نتائج إيجابية، أمر الذي عجل بخروجي من المستشفى ورجوعي إلى المنزل. واليوم أما التزامات يعني أكيدة مرتبطة بالانتخابات الجاية، احنا ماشيين توا في عام انتخابي، سواء كان بالنسبة للتجربة الديمقراطية بصفة عامة الرئاسية والتشريعية، هذا لابد باش نصدروا الأوامر اللي بمقتضاها تستدعيوا الناخبين باش يجيوا يديوا واجبهم أولا واللازمة في المرحلة الثانية. ثم أيضا أن هنالك بعض النصوص اللي بقيت يعني ما شافتش الوجود فيما يخص الطوارئ، لأنه يعني كان فما وجهات النظر مختلفة بين الحكومة وبين بعض أعضاء مجلس النواب، هي أيضا هذا باش ناخذ فيها موقف باش نحسموا هذا الموقف هذا باش ما تقعدش قضية مفتوحة، إذا كان يجب نفتحوها فيما بعد فتفتح فيما بعد. واللي بالمناسبة هذه أنا كنت سعيد بتلقي عدة تهاني من مختلف الأصدقاء والأشقاء، خاصة الملك سلمان وسمو أمير الكويت وسمو أمير قطر، كلهم يتمنوا لي بالشفاء، ومن كثير من الأصدقاء في تونس يعني اللي ربما كانت مناسبة باش يزيدوا يعبروا لي على تعاطفهم معي الظروف هذه. شكرا للجميع، وندعو الله أن لا يريهم أي مكروه لا في أشخاصهم ولا في عائلاتهم، ويواصلوا خدمة بلادهم في أحسن الظروف. على كل نحمد الله على ما حبان به، وسنواصل إن شاء الله العمل من أجل أن تتم العهدة هذه التي تنتهي في أواخر ديسمبر 2019. شكراً.